بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي بناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة القسم الأدبي، كل عام وأنتم بخير. نستكمل مع أبنائي شرح منهج التاريخ، وبنستكمل معكم حلقات الفصل الثاني والبناء في عهد محمد علي. خدنا في الحلقة الماضية أثر سقوط الاحتقار على الأوضاع الاقتصادية وعلى الأوضاع الاجتماعية، هناخد أثر سقوط الاحتقار على التعليم، وناخد بقى البناء السياسي في عهد محمد علي وخلفائه. أولا، ضرب محمد علي سياسيا والقضاء على نظام الاحتقار الاقتصادي كان ليه أثر سلبي على النهضة التعليمية اللي تمت في عهد محمد علي. أيضا نجد أن في عهد عباس ماذا حدث؟ ساءت أحوال المدارس وأغلق بعضها وتقلصت البعثات لأوروبا، كما تم إلغاء ديوان المدارس وتوقفت البعثات تقريبيا. بدأ الأجانب بقى يشجعوا أبنائهم ويعملوا مدارس خاصة بيهم زي مدارس التبشيريات، ودي ساعدت على تعميق ازدواجية الفكر والثقافة في مصر. لما جه إسماعيل عايز يعيد بناء مصر على النظام الأوروبي متأثرا بحياته هناك، فنجد إن إسماعيل وجد إن خير وسيلة للنهوض بذلك هو ما يأتي. اهتم بتعليم البنات فعمل مدرستين للبنات بالقاهرة، أيضا اهتم بالتعليم الصناعي والزراعي والمساحة والمحاسبة والمدارس الابتدائية والثانوية. وأيضا من ملامح اهتمامه بالتعليم إنه هو عمل حفلات مدرسية في نهاية العام الدراسي يحضرها كبار رجال الدولة ويتم توزيع الجوائز فيها والمكافآت. كمان بنجد إن إسماعيل يعني كان ليه دور كبير، لأن المدارس دي اتخرجت ناس تولوا الوظائف الهامة في البلد، خاصة المدارس الإرساليات التبشيرية خرجت الكثير من رجال الأعمال والمهن والوظائف المختلفة، وأصبحوا مثل الأجانب بيتمتعوا بما يسمى الحماية الأجنبية. أما بالنسبة للثقافة فلم يتوقف اهتمام إسماعيل على التعليم فقط، ولكن اهتم بالثقافة. فبنجد أنه هو في عهده شهدت مصر حركة ثقافية متنوعة أدت إلى بناء شخصية مصر الثقافية في ذلك الوقت. فمن ملامح اهتمامه بالثقافة إنشاء جمعية المعارف لنشر الثقافة عن طريق التأليف والنشر بالاكتتاب العام. ونجد كمان إن هي جمعية المعارف كان لها دور في طبع طائفة من أمهات الكتب، وأيضا من ضمن جهوده إن هو أنشأ دار الكتب، وأيضا من ضمن جهوده أنه أنشأ الجمعية الجغرافية وأنشأ الجمعية الخيرية الإسلامية. وهذه الجمعية كان هدفها إعانة الفقراء ومواجهة طغيان المدارس الأجنبية في مصر. كمان بنجد أنه هو اهتم بإنشاء الصحف العلمية والأدبية والسياسية التي أطلقت للصحف حرية الكتابة، وخاصة في أواخر عهده. وللأسف حصل إسماعيل إيه بقى في عهده؟ اصطدم بالمطامع الأوروبية وشعر بشدة التدخل الأجنبي، فعشان كده اعتمد على هذه الصحف في إثارة الأذهان ونشر المعارف، وكمان لمواجهة التدخل الأجنبي. وكان في صحف مصرية وفي صحف أجنبية يعني كثيرة، ومن هذه الصحف التي لا ننساها هي صحيفة الأهرام. طب ما هي نتائج النهضة الثقافية والتعليمية اللي في عهد إسماعيل؟ حصل إيه بقى؟ حصل ارتقاء لمستوى الوظائف، لأن تولى الوظائف دي الخريجين من المدارس والمعاهد وأعضاء البعثات. وأيضا نتج عن هذا المناخ التعليمي والثقافي بروز العلماء في تخصصات مختلفة. وبنجد إن أيضا الحركة الثقافية دي نتج عنها حدوث ميل إلى محاكاة الأوروبيين في نمط حياتهم يعني اقتباس عاداتهم وتقاليدهم. دي بالنسبة لأحوال الحياة الثقافية. بعد كده أبنائي تعالوا بينا بقى نعرف إيه هو بقى البناء السياسي في عهد محمد علي وخلفائه. لو جينا للبناء السياسي يعني هنتكلم عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. أو عشان نفهم نظام الحكم في عهد محمد علي لازم نعرف إن نظام حكم محمد علي كان هو استمرار للحكم المطلق، نفس القصة اللي كانت أيام العثمانيين والمماليك. محمد علي في نفس الوقت مع الحكم المطلق اعتمد على فكرة الدواوين الاستشارية اللي خدها من الحملة الفرنسية وتمشي مع أفكاره في البناء والإصلاح. يعني محمد علي مزج ما بين
اسلوبين في الحكم، اسلوب الدواوين واسلوب الفكر الحكم المطلق المستبد. بس هو محمد علي لم يفصل بين السلطات، لا التنفيذيه ولا التشريعيه، فلجنه الدواوين دي دورها استشاري مع تشريعي كده، فالامور اختلطت. لكن الفلسفه بتاعت الحكم هي فلسفه الحكم المطلق. طب ما هي الدواوين والمجالس التي انشاها محمد علي؟ محمد علي انشا اول حاجه الديوان العالي، وده كان يعني مهمته، ليه سلطه واسعه في كافه شؤون الحكومه، وكان بيتولاه نائب محمد علي. بعد كده في الدواوين الخمسه او الحكومه، دواوين الحكومه، وكل ديوان عباره عن وزاره قائمه بذاتها. ومحمد علي شعر ان الدواوين عددها محتاجه تنظيم، فجه في سنه 37 وعمل لها القانون الاساسي عشان ينظم اختصاص كل ديوان. ونتيجه للقانون الاساسي الدواوين بعد ما كانت خمسه بقت 7 دواوين. دي اللي هي الدواوين اللي محمد علي عملها. طب ما هي المجالس اللي محمد علي عملها؟ محمد علي عمل ايه بقى؟ عمل مجلس المشورة. مجلس المشورة محمد علي عمله ليه؟ لكي تكون سلطته استشارية في الإدارة والتعليم والأشغال، ودي جمعية عمومية نيابة عن الأمة. أيضا من ضمن إنجازاته المجلس العالي مع اتساع مهام الحكومة وتعددها، محمد علي عمل هذا المجلس اللي هو يعتبر زي مجلس الوزراء دلوقتي. وهذا المجلس يعني كان يعني بيجتمع من خلال كبار رجال الدولة ونظار الدواوين ورؤساء المصالح والمحاسبين وعلماء الأزهر. جه محمد علي بعد ما عمل مجلس المشورة والمجلس العالي، راح عامل في أواخر عهده 3 دواوين كمان. إيه هم؟ أو المجالس الجديدة اللي عملها. المجلس المخصوص، وده كان مهم جدا، بيختص بالنظر في شؤون قرى الحكومه وتشريع اللوائح والقوانين واصدار التعليمات لجميع المصالح الحكوميه. اما المجلس العمومي والجمعيه العموميه فدول كان للشؤون العامه للدوله. لما نيجي نقيم نظام محمد علي هنجد ان الدواوين اللي عملها والمجالس ديت ما كانتش نظام دستوري نيابي بالمعنى المعروف، ولكنها كانت هيئات تنفيذيه لما يريده محمد علي. ومن خلال هذه الدواوين والمجالس محمد علي ركز السلطة في ايديه عشان يقدر ينفذ كل المشروعات اللي هو كان بيهدف اليها. هل نظام الحكم اختلف في عهد خلفاء محمد علي؟ لما نيجي لعهد خلفاء محمد علي، كيف كان وضع السلطة التنفيذية والتشريعية في عهد خلفاء محمد علي؟ هنجد استمرار نفس فكرة الحكم المطلق المستبد في عهد عباس وسعيد، وتم اهمال مجلس المشورة وتخفيض عدد الدواوين من 7 إلى 4، وحتى الأربعة بقى يهتموا بأمور سيادية فقط، خاصة بعد أن تم ترك النشاط الاقتصادي حرا في يد الأفراد. أما لما نيجي في عهد، طبعا الكلام ده في عهد عباس وسعيد، لما نيجي في عهد إسماعيل هنجد إن الأجانب كانوا بيقاسموا إسماعيل شؤون الحكم، وتمثل وجود الأجانب ومقاسماتهم شؤون الحكم في وجود إيه بقى؟ صندوق الدين والرقابة الثنائية، ثم في تشكيل الوزارة المختلطة اللي عرفت باسم الوزارة الأوروبية. لكن نقدر نقول إن بشكل عام إسماعيل برغم إن حكمه حكم مطلق إلا إن عهده على عهد تقدم. طب إيه الدليل على إن حكم إسماعيل حكم مطلق؟ إن مجلس النظار اللي عامله كان سلطة تنفيذية لما يريده إسماعيل. كمان مجلس شورى النواب اللي عمله ما كانش أكتر من هيئة استشارية وليست تشريعية كما كان ينبغي. امال اسماعيل عمله ليه؟ اسماعيل عمل مجلس شورى النواب يكون مجرد وجهه، منظر كده يعطي لحكمه رونقا وبهاء. الدليل على ان هذا المجلس ما حققش الهدف المطلوب، لان المجلس ده ما كانش بناء على طلب من الشعب، بل كان منحه من الحاكم. ان الترشيح للمجلس كان شرائح اجتماعيه معينه، وكان معظمهم من العيال والمشايخ وقليل من التجار والصناع. إن المتعلمين ما كانش ليهم نصيب في عضوية المجلس. بعد كده أبنائي عندنا التقسيم الإداري والبناء الإداري في عهد محمد علي. محمد علي لما جه مصر لقى إن مصر متقسمة ل16 مديرية مختلفين المساحات، فهو وكل مديرية بتدفع ضريبة زي التانية، فمحمد علي أراد أن يحقق العدالة الاجتماعية، فقسم البلاد إلى 7 مديريات أو محافظات كبيرة متساوية المساحة، على كل محافظة مدير،
وقسم كل مديرية يعني أو المحافظة إلى عدة مراكز على كل مركز معمور، مركز قسم كل مركز إلى عدة أقسام على كل قسم ناظر، بعد كده قسمها إلى قرى. كان كل الوظائف دي يتولاها العنصر التركي في عهد محمد علي ما عدا وظيفتي للعمدة أو شيخ البلد، واستمر إحلال المصريين محل الأجانب في الوظائف حتى تولى المصريين جميع الوظائف في عهد إسماعيل ما عدا وظائف العليا في الجيش. آخر حاجة يا أبنائي في درس اليوم هو السلطة القضائية والبناء القضائي في عهد محمد علي وخلفائه. محمد علي قام بعدة إنجازات في القضاء، هي إنشاء هيئة قضائية جديدة عرفت باسم جمعية الحقانية لمحاكمة كبار موظفي الدولة، ودي كانت عبارة عن محكمة جنايات وجنح كده. 2، إنشاء مجلس التجارة وهي محكمة تجارية للفصل في المنازعات التجارية اللي كانت بين المصريين والأجانب. في عهد السعيد أصبحت جمعية الحقانية تعرف باسم مجلس الأحكام، وكانت بمثابة هيئة استئناف عليا في البلاد. كمان هنجد إن هو سعيد عمل إيه كمان؟ يعني خلى المحاكم الشرعية تقوم بالحاجات الخاصة بالقضايا الشخصية والأحوال الشخصية، وفي كل محافظة عمل مجالس جديدة تسمى مجالس الأقاليم للفصل في المسائل المدنية والتجارية. وأيضا عمل إيه؟ كومسيون مصر. كومسيون مصر ده للنظر في القضايا التي ترفع من الأجانب على المصريين فيما عدا العقارات والملكيات نتيجة لوجود الأجانب بكثرة في مصر. طبعا يبقى أنا كده لما أجي أتكلم عن القضاء هلاقي إن محمد علي عمل 3 إنجازات نقولهم تاني: إدى الديوان الخديوي سلطة قضائية، عمل جمعية الحقانية، عمل مجلس التجارة لفصل المنازعات. أما سعيد فعمل إيه بقى؟ خلى جمعية الحقانية اسمها مجلس الأحكام، وعمل خلى المحاكم الشرعية خاصة بالقضايا الشخصية، وعمل حاجة اسمها مجالس الأقاليم، وعمل إيه؟ كومسيون مصر. يبقى سعيد عمل 4 حاجات ومحمد علي عمل 3 حاجات. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية شرح درس اليوم في مادة التاريخ، وحتى ألتقي بكم مع درس جديد من دروس الثانوية العامة لكم مني كل الأمنيات بالتوفيق والنجاح. كان معكم محمود عطية، ولكم تحيات مهندس الصوت محمد عبد الرؤوف، وتحيات المشرف أحمد.